عمرك كل 100 سنة. Back to my YouTube channel. Oh my god, كم لي مو مصورة فلوج ما ادري حرفيا مرة من زمان. حسيني حترجع نسيت كيف اصور. حسيني كذا مستحية من جديد. اليوم كذا قمت من النوم قلت خلاص اليوم راح اصور فلوج. اليوم الحين راح اصور فلوج كذا مسكت معي. طبعا الفلوج لان اليوم قررت اسويه فراح يكون عشوائي مرة. طبعا السبب اني انشغلت الفترة اللي راحت المدات. او ماي جاد لو اوريكم جدولنا حق الجامعة كل اسبوع عندنا اختبار ما خاص ما نوقف فهمتوا اختبار لين اخر يوم في الحياة اوكي. فكان مرة صعب خصوصا ان نحاول ان ما ننزل عن الجريدات والابلس ونظام الميد تيرم الجديد. كان شوي جديد علينا والصراحة هذا السيستم جديد علي. يعني انا متعودة على حياة الثانوي والفول مارك ذاك ليلة الاختبار واجيب فول مارك. بس الجامعة لا، الجامعة تذاكرين 3 أيام 4 أيام وتقولين الحمد لله عديت. بس الحمد لله الصراحة مرة راضية عن درجاتي. طبعا باقي عندنا مد ثاني يعني مد 2 وباقي عندنا فاينل. فادعوا لي اصمد إلى هذيك الفترة احتاج اجيب درجات كويسة. المهم انتم كيف اختباراتكم؟ كيف درجاتكم؟ علموني ايش جبتوا العيد؟ جلدتوا؟ انجلدتوا؟ ايش صار؟ طبعا الحين راح للجامعة. عندي اليوم كلاسين واليوم يوم أحد. يعني تعرفون يوم الأحد الغثيث اللي تداومين وتعرفين كيف باقي تعيدين نفس هذا اليوم 5 أو 4 مرات. طبعا الويكند هذا الصراحة شوي استانست فيه مو مرة يعني لأني ذاكرت شوي للمد. عندي مد الثلاثاء تخيلوا. فاليوم برجع بذاكر وبكرة راح أذاكر. بس الصراحة تبي honest يعني أحس كذا رجعت فيني طاقة إيجابية كذا ما أدري. أحس يمكن عشان خلصت المدات اللي راحت وأحس كذا طاقة جديدة. فكل يوم أحاول إني كذا أبدأ بطاقة جديدة بنفس جديدة. إن شاء الله اليوم يكون حلو. Let's go. اللي زيك مرة كل 100 سنة. You remind me of the moon. Cause every night you're coming back. نسوي سايلنت مومنت على الميك اب حق اليوم لان اذا شفتوا الميك اب كذا تعرفون اني صاحيه الساعه 6. يعني والله العظيم شيء فانتاستيك. كلام متخليط. طيب الحين خلاص خلص البريك وبنطلع عندنا الحين كلاس بايو. سو ليتس جو. كلاس كتاب اليوم كلنا نسمع كيف ورا بطل بطل طلع على جوا اسمي هذا دفيه. ايوه كذا يلا. The next day. طبعا هذا احلى شيء ممكن تصحون عليه. اجمل اشعار. شوفوا ظافري. طبعا السبب اللي مخليني اقوم بدري اليوم هو اني ابغى اذاكر الحين الفجر لاني احب اذاكر. اذا قمت من النوم احس اني كذا مصحصحة عرفتوا. والكلاس اليوم الحين الساعة 5:47 وكلاسي راح يبدا الساعة 10. فراح اطلع من البيت الساعة 9 فتقريبا عندي 4 ساعات اذاكر الى ان تطلع الشمس. طبعا بما اني قايمه بدري يمكن اليوم اسوي جيت ريدي وذ مي. بس صراحه الحين بخلص اذاكر اول شيء. يمكن اخذ لي سلايد واحد ليكتشر واحد قصدي. بشوف عاد وش اللي اقدر عليه لان المحاضرات والله طويله شوي. والويكند الخميس وجمعه سبت ما احس تكفي. فبذاكر الحين وبذاكر اليوم درجات من الجامعه بعد بشوف شو يصير. فيلا thank you.
Okay, I'm finally back. طبعا للأسف إني ما خلصت. أنا خلصت وما خلصت. يعني باقي لي جزئية صراحة كبيرة من الليكتشر. وحسيت كذا إني ما عاد صرت أركز. فالحين بتجهز وبصور لكم Get Ready With Me. طبعا الحين خلاص غسلت وجهي. أحب أستخدم هذا السبراي قبل ما أحط الكريم. كذا ينعش الوجه عرفتوا. نشوف وجهي كيف صار بعد السبراي. بس مرة حلو يعطي لمعة. Trust the process. Okay. خليه ينشف الحين. طبعا الحين بستخدم هذا المرطب من بايوديرما، مرة حلو للصباح، مناسب بشرتي، أنا بشرتي مختلطة. لا. طبعا بعد المرطب أحب أحط هذا الشيء من لرش بوزة اللي هو الاس بي اف، مرة حلو كذا يعطي جلو حلو تحت الميك اب عرفتوا. طبعا كمية الواقي الشمس اللي نحطها اصبعين، بوريكم كيف أنا أحطها يعني كذا. يفترض ان هذه الكمية الصح عشان تغطي وجه كامل، فانا دائما اسوي كذا صراحة. طبعا الحين راح استخدم هذا الكونسيلر حق Fit Me. بنات بعطيكم تكنيك ما حصل. انت شفتوا هذه الماسكرا حقت امري اكس، انا فرشتها مرة صغيرة على الحواجب، يعني حرفيا اقعد سنة امشط فيها. فانا بس اخذ البرودكت اللي فيها وامسحه على حواجبي، اوكي، بس امسحه، بعدين اخذ فرشه ثانيه زي هذه وامشط فيها الحاجب عرفتوا. طب مسوي نفس الحركه على الحاجب الثاني كمان. هذا الجل اللي راح استخدمه عشان ارسم الحواجب، اوكي، تقريبا كذا خلاص. اوكي شوفوا ايش رايكم، في فرق. خلصنا من الحواجب. Tell me the truth, I can take another round. طبعا الحين راح استخدم هذا الستيك من الف، يجنن للصباح خيال. وبس كيف تحطونه، احب احط تحت العين بالضبط. طبعا شوفوا كيف لونه، مره خيال. اثبت وراه باودر بلون يشبه له. الحين برسم الايلاينر، ادعولي. Okay, we're getting somewhere. I think it's fine. خلاص يعني اكتفينا بهذا القدر من الايلاينر. فجأة الكلاس تقدم وقته من لا شيء، فعرفين الحين صار متأخرة وانا احسب اني قايمة بدري. فالحين بس باقي لي الماسكارا بسويها وحرفيا بطلع. الدكتورة أتوقع أنها ما راح تحضر اليوم لأنها رحمتنا، يعني شافت كيف شكلنا من الاختبار ذا، كنا متأزمين منه من الأول، فما بتحضر اليوم، جاي أنا متأخر جامعة أبوي. وبقعد أراجع مع البنات بدري. والله الصراحة أحب مرة أراجع مع البنات، أحس كذا يعني ما ودي أحلف، بس أحس أغلب حلي يكون من المراجعة اللي راجعتها مع البنات. 2 hours later. الحمد لله السلام فعلا. طبعا finally خلاص خلصنا الاختبار هذا اللي كنت شايلة همه بشكل ما تتخيلونه. أحس تقييمي الاختبار اليوم 7 من 10، بس أهم شيء طلعت بأقل الأضرار. تدي أرجع البيت أنا حرفيا مواصلة 3 أيام كده، أحس إني دايخة. أحب
احس كذا بشعور راحه، لان سواء كان الاختبار شين او حلو خلاص عدى، عرفتوا؟ طبعا الفلوج انا ادري انه مره عشوائي حرفيا، كذا كل ما اتذكر ارفع هذا واصور، بس اهم شيء انه يعني اني اتذكر واني اسوي فلوج. فالفتره هذه والله صراحه مو قادر اشوف فلوجات يعني كذا فيها حياه، لان مره 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 مشغوله. حتى اللي طايفيني بالانستغرام قاعدين يشوفون، طبعا انا انزل ستوريات انستغرام فاضيف حسابي. انا باقي لي مد واحد بعدين خلاص راح اخلص المدات، المد هذا بعد بكره، فشكلي راح امنتج هذا المقطع اليوم وانزله واخلي اسبوع اختبارات، شكله كذا بسوي. اوكي، ما ادري صراحه وش مشكلتي مع الاوترو، اكتشفت اني دائما ما انهي المقطع بطريقه كويسه او زي ما انا ببالي يعني، فاعتبروا حين اني قاعده انهي بطريقه كويسه. اوكي. This is the end of the video guys, hope you enjoyed, see you in my next video, bye.